مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحل التونسية. أكد رئيس هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري خلال ندوة صحفية أن أعلى نسبة مشاركة للأمنيين والعسكريين في عمليات الاقتراع سجلت في ولاية المنستير ب 23%، وشهدت بلدية المنستير أعلى نسبة تصويت حيث بلغ عدد المقترعين 357 ناخب، في حين أن أقل نسبة مشاركة تم تسجيلها بولاية جندوبة بنسبة 5%، حيث لم يتجاوز عدد المقترعين 28 ناخباً. طوزة مدينة ساحلية صغيرة تابعة لمعتمدية قصيبة المديوني، تعد من أقدم البلديات بولاية المنستير وتتميز بتربة فلاحية خصبة، وقد تم استثناؤها منذ الاستقلال من مياه الشمال. اقتصادها يعتمد بالأساس على الموارد الفلاحية التي بقيت حكرا للسوق السوداء، هذا إلى جانب تدهور الوضع البيئي وتردي الخدمات العمومية. بالنسبة لنا في طوزة، الاقتصاد متاعنا بالأساس مرتبط بالفلاحة والملحقات متاع الفلاحة. حقيقة الأمور تدهورت برشا من حيث ملكيات تقسمت برشا ولا تصغيرة برشا، متساعدش على الاستثمار، الشيء اللي خلى المستثمر الشاب يعزف في أنه ما ثماش قروض وتشجيعات اللي تخلي المستثمر يدخل، مع زادة ملوحة في المياه الباطنية. وطوزة ما يخفاكمش من القرى الفلاحية، لكن مستثنات منذ الاستقلال من مياه الشمال وقت اللي جيراننا الكل خذات وطوزة ما خذاتش، بورتون فيها من أكبر الغابات اللي ومن أجود أنواع التربة. زيادة كذلك ثم ملحقات أنه عن تربية الماشي وتربية الدواجن، قطب كبير في طوزة. فشو مشكلتكم أنتم مع المستوصف الموجود لهنا؟ قداش عادي ساعة من النهار؟ نهاري في الجمعة نكهو، نهاري الاثنين والخميس ونقعدوا والدواء ناقصين، مرة تلقى مرة ما تلقاش. أنت مثلا شو اللي حاجات تقلقك؟ نظافة في التروتوار، كياسات في بلاصة عامة معنا. البلدي معناتها البلدية يقمروا العباد كل فايقة منو ماشي تخدم، وقت يظهر لهم باش ينظفوا، وقت باش يهزوا زبلة حاجات نورمال جي في الليل ولا صباح بكري، وما عندهمش وقت معين معناها، والأكثرين ما يهزوش. مثلا فما ديار يسكنوا بعد شوية تمشي لهم، كان توا تمشي تلقى الزبلة عندها جي جمعة محطوطة غاديك. أشرف وزير العدل غازي جريبي أول أمس الخميس على تدشين مشروع إعادة تأهيل وتوسعة السجن المدني المسعدين بسوسة، وشدد الوزير على حرص وزارته على إعادة تهيئة وتوسيع الفضاءات السجنية بكامل تراب الجمهورية في إطار تطوير المنظومة السجنية وفقا للمعايير الدولية، وليس بهدف رفع عدد المساجين وفق تعبيره. هذا وقد قام جريبي على هامش زيارته إلى ولاية سوسة بزيارة محكمة الناحية وتكريم السادة القضاة المتقاعدين بالجهة. قام مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوضع حجر الأساس لبناء وحدة تصنيع مكونات السيارات ليوني بولاية المنستير، وانطلقت أشغالها في ذات اليوم بطاقة تشغيلية ب5000 موطن شغل، من بينهم 1000 إطار عال، وبحجم استثمارات تقدر ب200 مليون دينار. كما سينتصب المشروع على مساحة 10 هكتارات من المنطقة الصناعية برأس المرج بمنزل الحياة من معتمدية زرمدين، حيث سيتم إعلان طلب العروض لتهيئتها خلال الأشهر القادمة. سجلت المؤشرات السياحية بالمنطقة السياحية سوسة القنطاوي من غرة جانفي إلى غاية 20 أبريل 2018 تطورا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب معطيات قدمها المندوب الجهوي للسياحة بسوسة بسام الورتاني. وأوضح الورتاني خلال اجتماع المجلس الجهوي للسياحة لولاية سوسة أن عدد السياح الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي سجل زيادة نهزت 36% خلال نفس الفترة من سنة 2017، مشيرا إلى أن السوق الداخلية التونسية بقيت في صدارة الأسواق السياحية بالجهة وتليها السوق الجزائرية.
أكد المنسق الجهوي للتنمية المندمجة بالمهدية أن استكمال بناء وحدة لتجميع حليب النوق بمعتمدية هبيرة سيكون دفعا جديدا للتشغيل ودفع الاستثمار للمنطقة. وأضاف أن هذا المشروع الذي بلغت كلفته الجملية 281 ألف دينار يعد منظومة متكاملة لإنتاج حليب النوق بطاقة استيعاب أولية تناهز 1500 لتر يوميا، علاوة على لحوم الإبل التي سيتم تسويقها في نفس الإطار. ويطمح مشروع تجميع حليب النوق إلى الرفع من عدد قطيع الإبل بالجهة من 1000 في الوقت الحالي إلى 3000 في مرحلة لاحقة. انتظمت الأسبوع الفارط بمقر ولاية المنسير جلسة عمل حول الاستعدادات لشهر رمضان المعظم. وبالمناسبة أكد والي المنسير أكرم السبري أنه سيتم تطبيق القانون على محتكري المواد المدعمة والمقاهي التي تستغل عشوائيا الطريق العام خلال شهر رمضان والتصدي للانتصاب الفوضوي وتنظيمه، حاثا في ذلك منظمات المجتمع المدني على المساهمة في تحسيس المستهلك لترشيد الاستهلاك، خاصة بالنسبة إلى بعض المواد التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان. انتظمت دورة 25 لمهرجان ربيع سوسة من 28 أفريل إلى 4 ماي بفضاء المسرح البلدية تحت إشراف بلدية سوسة وبشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. وقد افتتح الفنان التونسي أيمن لسيق العروض الموسيقية، كما تضمنت فقرات المهرجان عرضا للفنان محمد بن صالح وعرضا موسيقيا آخر للفنان الشاب مرتضى. والله حاجة تفرح برشا بالطبيعة، نحب نرحب بكم ساعة وبالمساحل تي في معناها الشين اللي نتابعوا فيها توا، دونك مبروك ساعة والحاجة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ويوصلوا لها الناس إن شاء الله في أقرب وقت. فرحانين برشا بحضورنا اليوم لهنا، فرحانين بحضور العباد، فرحانين باللي عملناه، بالخدمة اللي عملناها، وإن شاء الله نكونوا يعني أقنعنا وفرحنا العباد ويكونوا فرحانين الناس كل بولا. استقطب مهرجان الموضة 2050 في دورته الأولى التي نظمتها الجامعة التونسية للنسيج والملابس وجمعية قصر هلال 2050 نخبة من الوجوه الفنية والثقافية والإعلامية التونسية والعالمية وحضور عدد من النجوم العالميين في مجال الفن والموضة. وتعتبر هذه التظاهرة الأولى من نوعها في تونس بهدف التعريف بما تمتاز به الجهة من صناعة النسيج وكل ما يتعلق بالإبداع والتميز في هذا المجال، كما تسعى إلى تنشيط القطاع والمساهمة في النهوض به لمراتب تنافسية عربيا ودوليا. في أخبار الرياضة، نظمت الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة دورة الصداقة لكرة القدم بمركب نجم الرياضي الساحلي، حيث ضمت الدورة أهم الفرق الوطنية في اختصاص تكوين الشبان كالنادي الإفريقي والنجم الساحلي، النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. كما حرصت الرابطة على تشريك الفرق الجهوية بتكوين فريق جهوي. مرحبا بكم. أولا الدورة هذه هي عادة إن شاء الله معناها نسنوها وكل عام تبدأ موجودة. الغاية الوحيدة بالنسبة لنا أولا أنه الشباب تكور صغيرة دي كور، وثاني حاجة نقربوا الجمعيات من بعضها وتكون أجواء ديما احتفالية وأجواء متاع روح رياضية عالية. وتم هكم تشوفوا ماتشوات يعملوا كيف صغيرات كورجية، بصراحة نجم تشوفوا فيهم برشا مواهب وإن شاء الله تتكرر من عام إلى آخر. الحمد لله، دونك في نهاية الموسم الرياضي خمنا باش نلموا الفرق اللي عندها قاعدة تخدم مليح في الشبان، اللي هي الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، النادي الافريقي، النادي البنزرجي ونادي الرياضي الصفاقسي. كذلك عملنا سيليكسيون ريجيونال باش شاركنا الملاعبية البارزين في البطولة الجهوية من عدة فرق، من سيدي الهاني، من المساجين، من قربة، من عدد الفرق اللي هذه فرصة لهم باش يلعبوا مباريات ضد فرق كبرى. في الختام، واكبت قناة صوت الساحل التونسي اللقاء التحضيري الذي جمع فريق شهاب الوردانيين وفريق الملعب السوسي في إطار الاستعداد للقاء البراج بهدف الصعود إلى الرابطة الثالثة. والله الحاجة الأولانية اللي قاعدين نخدم عليها تو هي المورالمون قاعدين نخدم، خاطر الولاد حاضرين مي مورالمون نحسهم ممسوسين شوية من المقابلة متاع سيدي بوعلي، مقابلة حضرنا لها كل شيء، مالوروزمون اللي حضرناه ما لقيناوش،
ينجم كل جمعية تجاهها حوايج كان هكا يعني نطلقهمش في ماتش الله غالب. أكيد بعد نهاية الموسم وكمان في المرتبة الثالثة دونك احنا كنا حاضرين وكان الهدف متاعنا الصعود، ما تحققش بطريقة مباشرة إن شاء الله على التحذير تو مقابرة البراج إن شاء الله لوكات تتم القرعة ومباراة تكون نهار 12 ماي في نطاق هذا إن شاء الله. اليوم عملنا مباراة تحذيرية مع شهاب الوردانيين اللي بيدوروا زاد قاعد يحضر مباراة البراج. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم في أمان الله.